يلا نسمي اللعبة أو نبدأ. الترين ده الهدف منه المراجعة، وانت بتراجع مع نفسك، حط اي كومنت انا بقولها او اي شرح بالعربي، ولو عندك اي كويشن او سؤال حطه واعمل علامة استفهام. بعد ما نخلص هنقول ايه الكويشن اللي عايز يسأل بقى، بس طبعا الريتم هيبقى سريع شوية. الجماعة اللي معهمش اللي هي اللي ما عملش الترين ده او ما حلوش، يحاول بقدر الامكان يكتب اللي هيظهر على الشاشه اللي هو اصل السؤال. ده التريننج الاولاني. المفترض التريننج الثاني او الاساينمنت الثاني نتعمدنا عشان نكسر حده الخوف والرعب من الانجليش، ان احنا نعمل ترين تاني اللي هو موجود في الكتاب لو سمعت، هاند رايتنج، اكتبه زي نفس الطريقة بتاعت الترين ده وهتقدمه برضو. ها السؤال ده احنا قلنا بقى الاسئلة هتيجي على كابريفيشن، فقلنا لما نقول بي كيو ام يبقى بروجكت كواليتي مانجمنت، بروسيسز عمليات المانجمنت هي عبارة عن ايه؟ انا ممكن اجيبها لك اقول لك ار ايه واسيبها لك، لكن هنا انا مساعدك شوية ان انا جايب لك ايه جزء منها وتكمل الباقي. يعني ما كنتش كان ممكن احط ار دي وما اكتبش حاجة خالص. دول بقى ايه؟ الاجابة النموذجية طبعا اللي انت مجاوب. الإجابة النموذجية بقى، بس قبل ما تشوف إن الإجابة النموذجية عايز أفكرك بثري مين بروسيسز اللي قلنا عليها بتاعت التوتال كواليتي مانجمنت، عشان أنا أعمل كنترول، بخطط وبنفذ وبتابع، صح؟ يبقى بلان واكسكيوت وإيه؟ مونيتورنج أند كنترولنج. في دي إيه وفي دي إيه وفي دي إيه؟ مهمة جدا الجزئية دي. اللي هي ان انا ببدا في مرحله البلاننج بعمل بلان، في الاكسكيوتنج بنفذ، سيبك بقى من العربي، بعمل كواليتي اشورنس اللي هو المقاول وهو بينفذ، قلناها اللي هي ثيرد تشيك اللي هو الثيرد تشيك بيقوم بالثيرد تشيك او الابروفال. كتير يقول لك ده الكونسلتنت بتاع الماك، لا ده الكونسلتنت بتاع المقاول. الاجابه بتاعتها وبعدين انا كان ممكن ما اديكش ولا حاجه من دول، تقول لي بلان كيو اي اند كيو سي فول مارك على طول 100 100، حتى لو ما كتبتليش الكلام. انت بقى شوف انت عامل ايه وصلح. ها السؤال اللي بعده بيقول لك كيو سي، قلنا بقى دي اللي هي كواليتي كنترول، هي العمليه اللي بينفذ فيها او بننفذ فيها او بننتج منتج قادر to satisfy أو to get the satisfaction of the A. It helps to the cost in the long run على المدى البعيد because of aiming at zero A. فأنت شوف بقى أنت مجاوب إيه وشوف الموديل أنسر عبارة عن إيه. أنا عايز رضا العميل. العميل ده مش شخص، قلنا اللي هو الكلاينت أو الأونر، الراجل اللي بيدفع الفلوس اللي هي بتبقى في الغالب منستر اوف فاينانس، منستر اوف ديفنس، وزاره الدفاع، هيئه، تبقى في الغالب جهه حكوميه. احنا بنتكلم على مشاريع عملاقه، مش معقول هروح ابني عماره وهقول توتال كواليتي مانجمنت والكلام، لا احنا ولا فيلا، لا يبقى تطبيقها على خفيف، لكن احنا بنتكلم على مشاريع وذ هاي برستيج، يعني ليها ها فيها ماس برودكشن اللي هي بمئات الملايين. يبقى انا دايما عايز ساتسفاكشن اوف ذا يوزر، وعايز دايما الاسينشال جول بتاعي في الكواليتي وفي اختيار المواد والماتيريال والاختبارات والكلام ده بعملها ليه؟ علشان عايز زيرو ديفكت، لان لو ما لو ما لو فرع فيه عيوب وعدت على المقاول وعدت على الثيرد تشيك بتاع استشاري المقاول، هيجي استشاري المالك يقول لك كسر او صلح، ريبير اور ديموليش،
يبقى ايه هنا فيها كوست عالية. ها عشان كده بيقول لك تو دي كوست ان دي لونج ران، على المدى البعيد. يبقى انا اعمل حاجه بكنترول واكلفها تمام واعمل عليها ريستريكشنز جامده جدا ومتابعه جيده جدا في التنفيذ علشان ما اقعش في مطب الريبير والديموليش، علشان الكوست تبقى كوست عاليه. تخيل ان في قاعده ما طلعتش اوكي، خرسانه وتصبت، هيجي يقول لك صلح، هتقعد تكسر وتعدل صح؟ ولو بايظه هيقول لك لا هد لي الكلام ده وعدها تاني. يبقى انت القاعده اللي كانت هتتكلف 100 قرش وانت وفرت عشان السرعه واللهوجه ومش عارف ايه بقت ب 90 وتقول انا وفرت، هيجي بقى بعد ما اتكلفت ال 90 هتيجي تتكلف عليهم 30 40 او لم يكن 90 ثانيه عشان تهد وتعيد تاني. ها؟ فالعمليه بتبقى اوفر كوست. الكواليتي اشورنس بقى اللي هي مهمه المقاول، اللي هي قلنا في مرحله الاكسكيوتنج اللي هي بروسيس نمبر 3. بروسيس ده ديمونستريت ايه ability to the to a the user. على فكره انا مش جايب حاجه من بره، انت هتلاقي معظم المحاضرات والكلام في الكلام ده بس مشروح بالعربي بس قايلينه بالانجليزي. احنا شرحنا بوت عربيك اند انجليزي. يبقى انا عايز اقدم ايه؟ هو بينفذ، يبقى عايز يطلع برودكت. ها؟ يبقى بيطلع برودكت، والبرودكت ده يبقى عنده ابيليتي، يعني ايه؟ يعني مطابق للمواصفات بقدر اللي انا بقول بقى قادر على انه يرضي العميل. عمل القعده اللي حسب المواصفات. لو سمحت انا قبل ما انسى، يا ريت كله يقفل موبايلات يا اما ولا سايلنت، اقفل اهو، وانا موبايلي اهو بقفله عشان انا نسيت. ميني ديفينيشنز فور كواليتي، يعني كواليتي انا اديتكم تعريف واثنين وثلاثه وشرحناه بالعربي وشرحناه بالانجليزي. ايه؟ الشحن ايه؟ ما قلتوش ليه؟ صح، بس مش زنه مزعجه، بتبقى مزعجه قوي. ما خدتش بالك دلوقتي؟ والله كتر خيرك، احنا متشكرين، عندك حق فعلا. التعريف كتيره في الكواليتي، لكن عموما اسهل تعريف ومختصر المفيد جايب من الاخر على طول، اللي هي it is possible A for A. ها؟ عايز بقدر الامكان اعمل fitness for purpose اللي هي ايه؟ zero defect. هي ايه؟ يعني عايز اطلع منتج مطابق تمام من المواصفات. انا بلف وادور كله satisfy the user fitness zero defect اللي هي comply with the specification او adopt fully adoption of the specification، يعني اتبع المواصفات بالظبط. عشان كده في المحاضره الخامسه هنخش على الجزئيه ديت، واللي هي ايه بيقوم بيها المقاول واستشاري المقاول اللي هي الاختبارات. وده الملحق اللي انا هديهولك هيبقى كله عباره عن مواصفات واختبارات، بس مش هخش لانه قد كده، لكن احنا هنهتم بالركام والاسمنت والميه بتاع الخلط، هم دول اهم حاجه اللي هي المين كومبوننتس بتاع الخرسانة. يبقى انا عايز بوسيبل بقدر الامكان فيتنس فور بيربس، يعني ايه؟ ما يطبقش، اما تقول بوسيبل يعني المواصفات تتطبق بقدر الامكان، احاول اجيبها 100%، لكن ما فيش حاجه بتتطبق 100%. لازم في حاجة اسمها تفاوتات مسموح بيها، عشان كده يقول لك حدود القبول والرفض. فاكرين قلت لك في upper limit و lower limit موجودة عندك في الكتاب، وقلت لك على صفحتها دي بتشرح لك المين كونسبت بتاعة الماتيريال ان جنرال، ان انا راجل لازم ايه العملية يبقى في تفاوتات مسموح بيها بتذكر في المواصفات، يبقى possible fitness for purpose inspection. ها؟
is examining أو measuring. كلمة measuring مش بس كالمتر وبيقيس، أنا بقيس مدى مطابقة البرودكت ده للمواصفات. حد فاهم حاجة؟ في حد مش فاهم؟ تابعين معايا. To verify أتحقق لو كان if يعني whether، هل الاكتيفيتي او النشاط خرسانة عادية، خرسانة سقف، خرسانة عمود conforms to specification. خلاص ده هو عايز كلمة specification هنا اللي هي ايه؟ conform to يعني ايه؟ adopted يعني متوافقة مع المواصفات ومطابقة ليها او بينفذ المواصفات، او يقول لك ايه؟ عملها زي ما الكتاب قال. هي دي بالبلدي معناها. طيب درجة الكواليتي، احنا قلنا بقى اتفقنا كلمة كواليتي ما بتكلمش على الخامة. كواليتي مدى مطابقة البرودكت للمواصفات ومدى حصولك على رضا العميل او صاحب المشروع او الكلاينت يعني. Which a set of inherent characteristics fulfills ايه؟ بتفي بايه؟ Required. طب وفرض واحد قال fulfill the specification، صح؟ ما ال specification هي required. طب fulfill the standard، صح؟ Technical rules which mentioned in the BOQ and the specification book، صح؟ فكلمة requirement يعني شاملة كل المواصفات. وحضرتك نايم يا باشمهندس؟ نايم؟ لا، لو تعبان اتفضل هات ورقه واكتب اسمك نسجلك حضور اتفضل، يا اما تقوم تغسل وشك. ما هي دي يا دي، يا تتفضل يا تقوم تغسل وشك. يبقى انا بقيس مدى درجه الكواليتي مش الخامه. دي اول حاجه شرحتها لك اللي هو ايه؟ بعرفك يعني ايه كواليتي، لان احنا بنيجي كواليتي النضاره دي معروضه 50 جنيه، وجنبها من شركه ايه، والنضاره دي ب 500 جنيه من شركه بي. شركه ايه الرخيصه جت خدت الايزو، وشركه بي ب 500 جنيه ما خدش الايزو. ده حقق المتطلبات اللي طالبها الاستشاري او المالك بتاع المنتج ده. هي نفسها فيلا، المصنع، كوبري، حاجات زي كده. يبقى هي الريكويرمنت لازم اللي هي اتنفذت، او مدى تحقق مدى درجة تحقيق المواصفات ومتطلبات الاستشاري اللي حط اسس ومعايير الكواليتي كنترول. قد ايه انت نفذت الكلام ده؟ هي دي درجه الكواليتي. مش مشكله بقى الخرسانه دي من المتعريفه، والخرسانه دي غاليه، دي حاجه فخمه قوي. البلاط ده موزايكو وده رخام، بتاع الرخام ما خدش الايفون، لان انت كل ده بتسعى انك انت تحقق المتطلبات اللي مطلوبه منك. سواء مش مشكله بقى هي رخيصه، هو خشب سويدي ولا خشب زان، ملهاش علاقة بكلمة كواليتي على الإطلاق. خاطئ، وللأسف عند مهندسين، وعشان يتهربوا مني تلاقي الشركات كاتب لك إيه؟ إدارة الجودة. هي كده بقى. وجودة إيه؟ تعني بيها إيه؟ عشان كده بعد كده إن شاء الله لما تشوف إعلان من شركة محترمة يقول لك مطلوب كواليتي كنترول إنجينير، تبقى عارف أنت رايح إيه. أول حاجة هيسألك يعني إيه كواليتي كنترول؟ طب وإيه الفرق بينها وبين كواليتي أشورنس؟ فانت تبقى ايه فاهم النقطه دي. دي كيو اس 1 اللي هي اوديت. اوديت يعني ايه؟ متابعه او متابعه، مراجعه عامه. الدنيا خلصت وماشيه زي الفل، وبص كده فاهم، زي الانسبكت. اندبندنت تو ديترماين اف اكتيفيتيز كومبلاي وذ ذا بروجكت ايه اند ايه. الجماعه دول مش فنيين. اندبندنت هنا يعني بيقول لك ايه؟ ما لهمش علاقه بالايه؟
بالهندسة أو ملوش علاقة بتصنيع الحاجة دي أو بتاع، هو بيشوف السياسة العامة للشركة، الناس دي بيطبقوها، الناس دي ماشيين على البروتوكول بتاع الأورجنايزيشن اللي هي شركتنا، الناس دي ماشيين على خطوات ونهج هيحقق لي الايزو عشان لما تيجي اللجنه تراجع وتشوف الدنيا. اكتب بقى تقرير، دول بيبقى ديلي ريبورت، يعني بيعملوا ستاتس ديلي ريبورت، يعني تقرير حاله اللي ماشيه. ما يجيش بقى يقول لك ايه ده ما حطش هنا الحديد هنا 16 وريني الرسومات، لا 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 ملوش دخل بالكلام ده خالص. عشان كده بيبقى هو بوليسيز وبروسيس بروسيدجرز، وممكن تقول اورجنايزيشن كلتشر، الثقافه بتاعت الشركه. الشركه دي مثلا مثلا يعني بتمنع التدخين في الموقع. في شركات يبقى دي ثقافتها كده، نهجها كده، اللي هي البوليسي يعني السياسه والثقافه وكده. فيروح كاتب يقول لك ده في ناس بتدخن ومحدش وماشيين عادي بيدخنوا ومحدش بيتكلموا، ملحوظه، بيحط ملحوظه لان دي بتاثر على. لكن هو ملوش دخل بالاكتيفيتيز، اكتيفيتيز هنا اللي هي الانشطه اللي احنا عايزين ننتجها، انشطه الانشطه اللي هي بتمثل الايه الخطوات والمهام اللي بتحقق لي البرودكت. يعني بعمل مثلا عمود يبقى الانشطه هنا نجاره وحداده وتوليد زلط ورمل وعمل ميكس ديزاين وبعدين اخلط وبعدين اصب، دي اسمها انشطه اكتيفيتيز تاسك. التاسك ان انا اعمل عمود، الاكتيفيتيز بتاعت التاسك نجاره وحداده وهكذا. Quality is amount of adoption of product to the need of its using او its purpose، الغرض منها او استعمالها. يبقى انا بقول بقى الكواليتي ده تعريف بياكد لنا التعريف اللي فات. يبقى الكواليتي مش غلو الخامه، لا، مدى اتباعك لمدى ادوبت يعني يتبع او يطبق، مدى اتباعك لل اماونت يعني الديجري، هي نفس السؤال اللي قبل اللي فات، degree of adoption of product لاحتياجات الاستعمال او the needs of the user. هي كل ده بيلف ويدور على تعريف الكواليتي. انت لما تيجي تبص على السؤال ده بيقول لك ايه في اي مرحله البلان اوف كواليتي، سؤال تافه جدا. يبقى هو في مرحله الايه؟ بلان. شفت دي قبل كده يا باشمهندس؟ و الموفمنت بيحصل في الجرين، ها؟ وهنا المواصفات او الستاندرد، ودي كومبلاي ويز، دايما ادوبت سبيسيفيكيشن، كومبلاي ويز سبيسيفيكيشن، فولفيل ذا ريكويرمنت سيم. وهنا اوديتنج، خلي بالك دي فيها لعبه دي. هو بيلخبطك، اوديتنج اكسكيوشن كله يعملها كيو اي سمول اللي هي كواليتي اوديت، لا هو بتاع الاوديت اندبندنت ملوش علاقه بالتنفيذ خالص، ده راجل كده عين بتاعه الاداره او الشركه. يبقى هنا طالما جاب كلمه اكسكيوشن يبقى كواليتي اشورنس. هنا بقى في سؤال هنا، في مصر معظم العيوب اللي في المباني جايه من ايه؟ من التنفيذ ولا ديتيلد دروينج؟ ها؟ بيقول ايه؟ ثلاثة؟ هو ايه ثلاثة ايه؟ مين؟ لا ما احنا قلنا ما تستعجلش بقى، في كلمه هنا
يعني ما اقول احسن واحد فيكم هو ده وده وده، لا هو most causes، لكن دي كلها causes. انت خلي بالك بقى بالتلاعب بالالفاظ الخفيفه. انا بس عايز اوريك دي، انا مش عارف كنت وريتها لك ولا لا، شفتوها قبل كده؟ امال انا الهسس شغال معايا ان انتوا اقول انا ليه ما وريتهمش ليه؟ بيوريك بقى قد ايه المزاولة المهنة هنا في البلد مش بتنحدر ولا بتحتضر، دي انهارت، دي ماتت واتدفنت، مش عارفين نحييها. الفساد والعشوائيات والقرف وشغل الزبالة اللي موجود أيام الملكية، كان العمال والصنايعية اللي بيشتغلوا عندنا طلاينة ويونانيين وتراكوة، مصر بلد البشوات والعز، مصر أم الدنيا وشوارعها ونظافتها ومزاراتها السياحية، كل الأمراء والملوك كانوا ييجوا مصر هنا يقضوا الأجازات السنوية بتاعتهم كلهم، ملك بلجيكا، ملكة بريطانيا، ملك السويد، اللي ياخد منتجع في القناطر، واللي يجي يتفسح بمركب على النيل، واللي يروح الهرم، وكل كلك مزارات من تحت لفوق، سواء كان اسكندرية، الجو والطبيعة. سوء التنفيذ على طول وانت مغمض، يعني في فساد، يعني انت من الصعب تلاقي مهندس استشاري ما بيلعبش بالملايين، لا هتلاقي كل مش 100، كل 1000 2 3 شور، يقول لك يا عم طب انت واخد معاك حاجه، هو بيعمل ايه؟ وحسب برضو درجات، في واحد بيحط المسائل بتاعته في الثلاجه، في واحد حاططها في الفريزر، وفي واحد رميها في قاع البحر كده ولا هم مش فارقه معاه. فتلاقي هنا بقى على فكره الاحصائيه دي مش انا اللي عاملها، لا دي انا جايبها من النت، احصائيه دوليه، الناس العالم كله خلاص بقى جلوبلايزيشن، يعني العولمه، فبقى تدوس الزرار تحول مليون، تدوس الزرار تدخل مليون، يعني انت ممكن بتكت زرار كده وانت قاعد على الموبايل تحول لي لحسابي 1000 جنيه صح؟ وانا بتكت زرار ال 1000 جنيه دي بقى اشتري بيها بقى اي حاجه، اسهم او بالزرار، زرار كده دك دك، امريكا، انجلترا، فرنسا صح؟ هو الراجل هنا بيقول لك بص بقى تايم افكت ده طبيعي، المنشأ ليه عمر افتراضي، يعني عمرك ما هتلاقي منشأ عمره 90 سنه زي 50 سنه زي 10 سنين زي سنتين. مينتنانس ايرور دي برضو ان جنرال في اهمال الصيانه، هنا مش مينتنانس ايرور هي اهمال الصيانه. سويل كونديشن، كونستراكشن ايرور، ديزاين، وادى لكل واحده الليجند بتاعها او الانديكيشن بتاعها. كونستراكشن ايرور بقى شوف ما شاء الله، ما شوف كانت عندنا عامله ازاي، ما شاء الله، الله ربنا يزيد ويبارك. ده دلوقتي لو دخلت في 2000 وبتاع تلاقيها كبيره معديه الشاشه، الدنيا ماشيه ايه رهوان. شوف كانت قد ايه ايام قبل ثوره ناصر كلنا بنحبك، اللي هي بتاعت سنه 52 دي، الانقلاب اللي هتعمل على الملك، لا الملكيه كانت احلى اهو بالارقام، في الفصول، في كثافه البتاعه، في المواصلات، في السياحه، في كل حاجه، فمن ضمنهم دي حدث ولا حرج. وتقريبا وريتكم البلاوي بتاعت المحليات، ده اللي بعناه، ده انا اللي مصورها بقى، بقى تلاقي سقف كده فيه هنا سيخ جاي كده وسيخ كده، السقف ده ما الخرسانه سرها باتع. العبد لله مرمم تقريبا فوق، تقريبا حوالي فوق ال 1000، يعني رايحين على 1900 وشويه مدرسه فيها من اللي بتوع المحليات، لكن الابنيه التعليميه لا، الابنيه التعليميه مواصفاتها عاليه جدا واوفر زياده.
وكتبت لهم طلبات كتيره ان نقللوا في الحديد عشان الكوست وكده، قال لك لا دي ارواح اطفال، عامل اللايف لود كان الفصل كله مليان هلال وقاعدين يدبوا. حضرتك نايم ولا بتلعب ولا بترسم؟ ممكن تقعد ادل؟ انا قاعد ازاي؟ انا قاعد عامل كده يا جماعه، كله يرجع بظهره لورا، خلي ظهرك فيرتيكال لو سمحت. فيبقى ايه اللي عايزين نوصل له؟ اللي هي عيوب التمثيل. عشان كده هنا قال لك ايه؟ ان ايجيبت هيا باشمهندس ما قلت لي ايه وبي وسي غلط؟ لا مش غلط. بس لما موست دي حطها لك ده التعبان اللي في السؤال. ما انت شوف السؤال اللي فيه تعابين، كلمه تغير لك الدنيا. لكن اللي هو عايز يسهلها عليك يديك حاجات تانية فينيشنج، بدل شوب دروينج مثلا بور هولز يقول لك بلاسترنج. لا عيوب، يبقى بتتكلم على حاجات ايه؟ ستراكشر، ها؟ حاجات بتتكلم على المنتج. المين جول في المانجمنت عموما توتال كواليتي مانجمنت ايه؟ الايزو، ايزو 9000 صح؟ مش قلنا الكلام ده؟ هو بيعمل كده عشان عايز الايزو. وفي نفس الوقت بيضرب عصفورين بحجر، بيحقق سمعه وبيعمل كونستنسي في المنتج، ولازم ينظم نفسه عشان يحصل على الجوده، فبالتالي هيبقى شغله حلو، هيطلع برودكت يرضي العميل وكده، ويبقى مقاول انترناشونال او استشاري انترناشونال، ويبدا يخش في المناقصات العالميه اللي فيها البنك الدولي، ويبدا البنك الدولي يسجل يقول لك ايه، انا هديك قرض اهو 2 مليار تعمل سد، بس بشرط تجيب استشاري ومقاول معتمدين عندي. طب انت جايب الناس دول من فوق؟ جايبهم من الايزو. الدنيا كلها مربوطه ببعضها. هو مين اللي بيمول البنك الدولي؟ الدول الغنيه، امريكا والمانيا. يقول لك لا احنا عشان نضمن فلوسنا ترجع، ها، اعمل حاجه بروفيشنال مضمونه كويس. ان شاء الله بقى ايه في ال، احنا كده عملنا المراجعه، هاجي بقى بس في المحاضره، هنعمل المحاضره بتاعتنا الاخيره، مش تاخد اكتر من نص ساعه او ساعه الا ربع كده، وبعدين هعمل هنت سريع كده على مساله التدرج الحبيبي اللي مشروحها لكم مرتين، ويعني مساله بسيطه جدا وهديه، اوصيكم بها خيرا. قبل ما ننتقل بقى للمرحله ديت، هنروح نراجع نشوف المحاضره نمره 5 و6 و7 هينزلوا على اليوتيوب، واللي هم باظوا في التسجيل بتاعهم اللي هم 3-1 و4-1 على ما اتذكر، هسجلهم لكم، وهسجل لكم المحاضره 6 و7، يا ريت تتابعوها على اليوتيوب، وهيكون في خلال اليومين الثلاثه اللي جايين دول. وما تنساش قبل الامتحان بثلاث ايام تبدا تتابع مراجعة نهائية، هتلاقي العنوان خواص مواد مراجعة نهائية، مش بقى تستنى وتنام وما تعملش حاجة وتقول لك اخش على دي من الاخر هتجيب من الاخر. لا، انا مش بديك مراجعة ان انا اقول لك السؤال وطبيعة الدنيا ماشية مباشرة ماشية ازاي. الامتحان اهو ماسكه كده، واروح اعمل لك شوية سلايدات على شوية كلام، فيديو كده في حدود ساعة، يعني زي اللي بنراجع مع بعض او بنفكر بصوت عالي احنا خدنا ايه، واللي يهمني في الاخر مدى استفادتك بالماده وطلعت بايه، وهتفيدك ايه لما تتخرج، هو ده اللي انا عايزه. سيبك بقى من النجاح والسقوط والكلام. اني كويشن؟ نو كويشن، زي بيقول لك نو نيوز جود نيوز، نو كويشن جود ايه انسر.